أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل صحيح أن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف، وأن وفاته صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، وأن العقل أن يحتفل بالمولد وليس بالوفاة، هذا إذا جاز الاحتفال؟ كلاهما لا يحتفل به لا بالمولد ولا بالوفاة، كلاهما بدعة، كلاهما بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. إنما جاءت الموالد مع الدولة الفاطمية لما غشت على بلاد مصر وعلى بلاد المغرب، جاءت معها الموالد، وهي موروثة من النصارى، موروثة من النصارى، ما كان المسلمون يعرفون الموالد هذه. نعم.